اهلا جديد مشاهدينا. زي ما ابتدرنا بدايه حلقتنا صباحاتنا النديه بحب الوطن والانتماء صدقا ووعدا وفاء للوطن السودان، فبالتاكيد في الخدمه الوطنيه برضو تقديم اليد الكبيره للوطن السودان رمز العشق ولون الانتماء. كثير من الناس بدات تخلط في الفتره الاخيره بعد القرار اللي كان صادر من وزيره التعليم العالي الورفقة لوزارة رئيس مجلس الوزراء، بعد ذلك تم تقييد الخدمة الوطنية باعتبار أنه ما تكون في عوائق بالنسبة للشباب في استخراج شهاداتهم الجامعية. ولكن السؤال اللي برز في الساحة، هل الخدمة الوطنية هي موجودة ولا لا داخل المؤسسات العامة الحكومية؟ سعداء نرحب صباحا بالأستاذ هشام عبد الله عمر فضلصيد، مندوب الخدمة الوطنية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. صباح الخير. صباح الخير. ان شاء الله في البدء ان شاء الله نكون يعني ضيوف خفيفين على الساده المشاهدين. طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الخدمه الوطنيه حقيقه هي يعني تم تاسيسها في العام 1971، وبعد ذلك تم تفعيلها في العام 1976، وتوسعت الخدمه الوطنيه في العام 1993. بعد ذلك بقى فيها الشق المدني اللي هو فيه المنسقية بتاعت الخدمة الوطنية، وفيها الشق العسكري هو إدارة الخدمة الوطنية. ولكن بعد جاءت الحكومة الجديدة كل ده تغير وبقت إدارة الخدمة الوطنية، وهي تابعة كلها لوزارة الدفاع. ده باختصار الحاجة تمت في من ما ابتدت الخدمة الوطنية لحد ما وصلت المرحلة دي. الحاجة الثانية، نحن في مؤسسات القطاع العام. طب خلينا نجيك للحاجة الثانية دي، نحن طوالي. تمام، ما في مشكلة إن شاء الله. أستاذ هشام، بما أنك أنت المندوب الخدمة الوطنية والقطاع العام عموما، كيف ممكن الإنسان ينتمي له إذا عايز يكون من ضمن منظومة الخدمة الوطنية عشان ما يقضيها بطريقة شنو الطرق الممكن يدخل بها أو تكون مداخل يعني؟ طيب، الموضوع بسيط. نحن يعني هي مؤسسات القطاع العام هي مؤسسات كثيرة، يعني احنا هسه وزارة، انا شغال اصلا موظف في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفي شغال موظف في إدارة الشراء، لكن مندوب لوزارة الدفاع في وزارة المالية للشق المدني. اي وزارة عندها تخصصات ناس بيشتغلوا فيها. عندنا نحن في وزارة المالية عندنا تخصص الاقتصاد بكل فروعه، عندنا تخصص إدارة الأعمال بكل فروعه، عندنا طبعا تقنية المعلومات بقت منظومة داخلة في كل الأطر بتاعت القطاع الخدمي العام والقطاع الخدمي الخاص. فكل يعني الناس المتخصصين في مجال الاي تي، هندسة الكمبيوتر برضو يعني بيتم تنسيبهم في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. طيب، عشان نجيب تدريجيا في موضوع التخصصات ذاته، لأنه لفترة من الزمن كان تخصصات في جهات عشوائية، والشاب الدارس نفسه أو الخريج ما بيستفيد من التخصصات دي بعينه. بقدر كيف ممكن تكون التخصصات الآن في وزارة المالية مجملة ممكن تفيد الشاب وتفيد الخريج في حياته العملية؟ ده سؤال جميل. وزارة المالية هي أكبر وعاء اقتصادي الآن موجود في البلد. حقيقة عندها إدارات كثيرة ومشعبة، فالزول لو مثلا يشتغل في أي شركة عادية ممكن يعرف جزء من يعني أطر الاقتصاد. لكن الزول لما نجي يقضي الخدمة الوطنية في وزارة المالية حقيقة يعني إحنا هي 12 شهر الخدمة الوطنية عام كامل، فبننقله كل 3 شهور بنودي قسم يمشي يشتغل فيه. يعني عندنا مثلا الإدارة العامة للتمويل الخارجي، دي كلها مختصة بكل الشغل بتاع التمويل الخارجي على مستوى العالم وارتباطه بالسودان وكذا. وعندنا الإدارة العامة للموازنة، وعندنا الإدارة العامة للتنمية، عندنا الإدارة العامة للهيئات والشركات، وعندنا الإدارة العامة للإيرادات، ودي أهم حاجة. دي طبعا بموجبة إنه كل الإيرادات اللي بتجي تقدر تسير بها عمل الدولة عموما. بعد ذاك المجندين لما يجون في وزارة المالية، بعد ذاك على حسب التخصص بتاع كل واحد، نحن بنوزع المجند في الإدارة اللي بتشبهه، وكل 3 شهور بنوديه لإدارة ثانية. فلما ينتهي فترة ال 12 شهر بتكون يعني سُقلت كل خبراته، الخبرات الأكاديمية، عنده خبرة أكاديمية لكن بالجانب العملي سقالة في وزارة المالية. فبعد ذاك بيكون مستعد تماماً
انه يشتغل في سوق العمل العام او الخاص، بعدك على حسب قسمه الزول يعني. جميل. اذا يشتغل في القطاع العام والقطاع الخاص يعني. انت تحدثت عن التخصصات الموجوده داخل القطاع انه نعم. هو بيمر عليها، لكن اذا هو خريج درس هندسه مثلا، هل خريج الهندسه ممكن يوزع في وزاره الماليه ولا بيشوفوا له حاجه تشبه التخصص بتاعه عشان يوزع فيه، ولا التوزيع بيتم كيف ذاته من الخدمه الوطنيه؟ نحن انا لو ذكرت في بدايه حديثي تكلمت عن انه يعني كل وزاره عندها ريليتد التخصصات الريليتد ليها. طيب نحن التخصصات يعني التخصصات الاقتصاديه في وزاره الماليه، اما عن سؤالك انه مهندس غالبا في فتره كده يعني وزارة المالية هي المبنى بتاعها من المباني اللي بنوه الإنجليز، وكان احنا مبنى قديم وكان يعني حصل فيه ريهابيتيشن يعني عملوا له اصلاحات وكذا، فاحتجنا لوحدة هندسية في فترة من الفترات وتعاقدوا مع مهندس، والمهندس ده رفدناه بمهندسين لفترة لحظية كانت في الوقت ذاك، لكن الشغل الإطار الحقيقي هي للتخصصات بتاعت الاقتصاد ب طريقة صرفة يعني. طيب أستاذ هشام، هل في أولوية في داخل وزارة المالية بالنسبة للخدمة الوطنية؟ يعني هل بيدعموا الطالب أو الخريج في وزارة المالية على أنه هو طالب وعلى أنه هو موظف عنده فترة معينة بيقضيها؟ يعني التشبيك ده ما بين الموظفين وحتى أنه يكونوا في مجايلة يعني بينه وبين الناس الموجودين، بيتم كيف داخل وزارة المالية؟ والله نحن طبعاً المجند لما نيجي عندنا طريقة بنعملها، بنعمل يعني إعلان في كل يوم في كل عام في يوم 5/12 من كل عام بنعمل التقديم في وزارة المالية. فبعد ذاك التقديم طبعا السوشيال ميديا ما شاء الله لعب دور كبير يعني، فبيصوروا الجماعة وبنتشهر وكذا، فبيجوا الناس بتقدم عندنا يعني والعدد عندكم مباشر انتم في وزارة المالية يعني عنده علاقة بالخدمة الوطنية؟ لا انا ما جاي في الحتة دي حوريك. لا يعني فهو عندنا عدد محدود، السيد الوكيل جزاه من هنا احنا نرسل له رسالة شكر. ايوه صباح. وطبعا يعني الرجل التنفيذي الاول في وزاره الماليه وقف مع ملف الخدمه الوطنيه وقفه كبيره جدا جدا، واخر حاجه يعني كان العدد اللي بيتم تنسيبه من المجندين او الطلبه زي ما انت سميته، احنا طبعا بنقول عليهم مجندين باعتبار الخدمه الوطنيه فهم بيجونا فكانوا 60، فنحن السنه دي كتبنا لهم مذكره جزاهم الله خير، عملوا لنا رفع العدد الى 80 مجند. فبيجون المجندين وبعد ذاك بنرسل خطاب حوجة للجانب العسكري اللي هو الإدارة بتاعة التجنيد اللي هي في المجرم، فبدون أمر تحرك عسكري بيجيبوا لنا في وزارة المالية، ومجرد ما جانا فبنستلمه، فبنتعامل معاه بعد ذا معاملة من البداية معاملة إنه هو زول جاهز لإنه ينطلق لإنه يشتغل في القطاع العام او القطاع الخاص. اساس يعني الانتماء اهم حاجه. أيوة. اساس الانتماء انه هو منتمي لوزاره الماليه. فنحن ما بنحسسه بالاحساس بتاع الطالب القديم، بنحسسه بانه هو الان جاء في مؤسسه عريقه ومؤسسه سياديه بتدرب فيها، من اهم الحاجات انه بنتعامل معه وما بنقول له انت بعد ده غلط وده صح ولا ده، بنديه حاجه ضوابط زي عقد العمل لما الانسان يمشي له يعني، زي انتم عندكم في قناه الشروق لما يجي الموظف مش بيعملوا معاه عقد عمل؟ صحيح. فيه كل الشروط والحقوق والحاجات الزي دي، نحن نفس الفكره بس فيها الضوابط وكذا، فبيقراه وبيوقع عليه وبيكون بعد ذاك مسؤوليه مباشره عن كل الحاجات اللي بتحصل في الحكايه دي لحد ما ينتهي، وبكون بيناتنا الشغلانيه دي لحد ما ينتهي يعني. وكمان ناس الادارات لانه هم شباب، في شباب جايين بطموح كبير اثبتوا جدارته لدرجة انه الواحد بيكون يعني قاعد في الاداره، ناس الاداره بعد ما ينتهي ما دار انه يخليه يمشي يعني، يقول الزله خلوه، يقول لهم والله انا خلاص انتهينا من الحكايه دي، بعد لو في حكايه دي بعد تبقى حقه الوكيل. قلنا لنقطه مهمه جدا يا استاذ هشام، انكم تستوعبوا الخريجين او انت كما بتسميهم المجندين لانه يكونوا موظفين، اذا الواحد اثبت كفاءته وجدارته في نفس التخصص اللي هو فيه او نفس القسم اللي انتم وزعتوا فيه، ممكن بعدك لما تفتحوا الفرص بيكون عندهم اولويه مثلا بما انهم هم اصبحوا محتكين بالحجر. والله دي حقيقه. طبعا يعني نحن في السودان من اهم الاشياء اللي بتنقص الناس الخبره، يعني هسه ممكن زول تلاقيه متخصص في مجال شاطر جدا في من ناحيه اكاديميه لكن بتنقصه الخبره، فده جانب نحن دي قاعد نديها اولويه. يعني بعد ذاك لما يكون في تقديم في وزاره الماليه هم بيجوا بيقدموا زي ابناء البلد كلهم يعني، فبتنفعهم الحاجه دي، تنفعهم الحاجه دي، لكن طبعا هم من لجنه الاختيار
لجنه الاختيار بتعقد وعندها اساتذتها وكذا وكذا، وبنسبه كبيره يعني ربنا سبحانه وتعالى قاعد يوفقهم يجونا يعني. ده احنا شغل بغادي ما حنتدخل فيه. لكن قاعد يحصل يعني اي زول بتخصص. استاذ هشام يعني احنا بنستشرف في الصباح ده انه تكون نافذ بالنسبه للشباب، لانه لفتره من الزمن كانت في صوره سالبه جدا، وفي التفريغ اللي كان بيتم للشباب في المؤسسات وكذا يعني بدون ذكر اسماء، فلما نلقى جهه بتستوعب الشباب وتحاول تاهلهم وتدربهم تجهزهم لسوق العمل فبيحق انه نحتفي بها صباحا يعني. هل برضو المجندين اذا جاز التسميه بين هلالين داخل وزاره الماليه بيتم ادماجهم ضمن برامج وزاره الماليه في الدورات التدريبيه في العمل الخارجي، ولا فقط هو عمل وظيفي فقط داخل وزاره الماليه؟ هل بيلقوا فرصتهم يعني في التدريب والتاهيل؟ كلامك ده جميل جدا يعني، بيقودني لي حاجة نحن هسه ده جديد عندنا في وزارة المالية حقيقة يعني. المجند نحن الحاجة المين بنهتم بانه نسقي الخبرات في مجال تخصصه على اساس انه زي ما قلت انت يكون جاهز لسوق العمل العام والخاص، لكن دايرين الدور اللي هسه بقى في كل الدول يعني. هسه عندنا مصر القريبة دي يمكن التنمية اللي قامت فيها دي قامت عن طريق الخدمة الوطنية، انه الجيش المصري هسه قاعد يعني ما في شغل له حاجه زي دي، فاستخدموه في اطار الخدمه الوطنيه وما شاء الله ساهموا في تنميه مصر. مصر الشقيقه يعني ما شاء الله وصلوا، ربنا يعينهم ويوفقهم برئاسه السيد السيسي. الان يعني نحن عندنا في وزاره الماليه عندنا الاطار الاقتصادي اللي بيهمنا، فعندنا المجندين عندنا مشروعات بحثيه قابله للتطبيق مش زي النظريه حقت الجامعات يعني. البحث في اطار الجامعي يكون مرات بحث نظري ومرات يكون يخطوه في الرفوف وما بيلقى يعني طريقه ايوه لانه يطبقوه يعني. فنحن هسه ماشيين على مشروعات بحثيه حيقوموا بها المجندين داخل وزاره الماليه، وقسم لهم لاتيام، وعندنا ناس متخصصين ودكاتره في وزاره الماليه حيشرفوا على العمليه دي، فابتدينا وان شاء الله ربنا يساعدنا يعني. دي الدج جديد عندنا يعني في الاطار ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يساعدكم ويساعد كمان الخريجين ديل في انهم هم ناس بيقوموا في عناء شديد عشان الواحد يخلص الجامعه ويكملها بعد كده عشان ما يلتحق بمؤسسه ويقضي فيها الخدمه. برضو بحس بعناء الترحيل والتعب والقروش. وزاره الماليه انا ما داير اقول للمشاهد لكن تقريبا هي من اكبر وزارات ممكن بياخذوا رواتب عاليه يا جماعه. استاذ هشام بتدوا الناس دي النصيب في انه بتخد لهم الاعتبار، ممكن يشملهم ترحيل، ممكن يكون زمان الخدمه الوطنيه دي بتدي هامش كده للزول يعني في الشهر، هسه كيف وضعهم الاقتصادي ممكن يكون بالوضع اللي احنا شايفينه الان يعني؟ انا يعني برضو في حديثي برجع لحديثي، نحن السيد الوكيل السيد عبد الله ابراهيم مهتم جدا بموضوع الخدمه الوطنيه باعتباره انه ده جيل المستقبل للسودان ده حقيقه يعني. ما هو مقصر من حته المواصلات دي يعني، المجندين بترحلوا مع الموظفين عادي، اي زول محل سكنه وجه بانه كل المجندين يعني يترحلوا عبر الترحيل الجماعي، وبعد ذاك يعني في جعل كويس ما في داعي نذكر بنديهم من الناس انه ايوه لا بدوهم بنديهم قروش، وبعد ذاك الحاجات اللي بتطلع للموظفين عندهم نسبه منها تشمل ايوه. اذا كان حوافز اذا كان مثلا زي السله الاسبه قد تكون في المؤسسات برضه بنديهم منها نسبه يعني. جميل. طيب استاذ هشام يعني نحن مشينا تدريجيا، بدينا من طريقه الاختيار نفسه، لكن الاستاذه قبيل سالتك سؤال انه هل الاختيار بيتم داخل وزارة المالية ولا من جهة مختصة بالخدمة الوطنية يعني خارجيا التنسيب؟ أيوة. تنسيب الشباب الراغبين اللي بيتابعونا الان من خلال صباح الشروق وحابين يدخلوا بمختلف تخصصاتهم. قبل الإجابة حناخذ فاصل قصير، مشاهدينا نتواصل تاني مع الأستاذ هشام داخل الاستوديو، خليكم قريبين معنا.
بنتواصل عبر صباح الشروق مع كل السادة المشاهدين وايضا كمان مع ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ هشام عبد الله، هو مندوب الخدمة الوطنية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. تواصل الحوارات. قبيل حمزة كان عندك ليه انا سالته سؤال. نعم. وبتبادر في اذهان كل السادة المشاهدين حتى لو هم راغبين يدخلوا وزارة المالية بالتحديد على وجه الخصوص، يعني الاختيار بيتم وزارة المالية نفسها ولا من جهة ومن الخدمة الوطنية إدارة الرئيسة؟ يعني طبعا احنا يعني عندنا التقديم بالنسبة للخدمة الوطنية في وزارة المالية بيتم بإعلان، يعني الإعلان ده احنا بندقه في كل البورتات في وزارة المالية، وبعد ذاك يعني بنتشر عشان السوشيال ميديا موجودة والناس بتصور وكده، نسبة لأنه العدد بسيط، يعني العدد ده أنا زي ما قلت في بداية كلامي هون كان 60 والسيد الوكيل زادوا لين عملوا لحد 80. تحصروا سنويا ولا المدة الزمنية تحت الاختيار نفسها، يعني اختيار العدد ده في السنة، يعني في السنة والله بس الحوجة هنا دي احنا بنسميها الحوجة السنوية للوزارة من المجند، يعني ده العدد الممكن في الوقت الراهن الوزارة في العام المعني هي تقدر تدربون وتأهلون وكذا، بعد ذاك كل عام بظروف. يعني لو بيتم الإعلان نشر الإعلان في وزارة المالية نفسها وفي منصات التواصل الاجتماعي في كل البورتات بتاعت المطلوب الوزارة. شنو لطريقة التقديم؟ أيوة يعني. المطلوب بالنسبة للبنات، البنات يعني ما في مشكلة، يعني أي واحدة ممكن تجيب شهادتها الجامعية في التخصص المعني ريليتد لشغل المالية. نعم. بالإضافة إلى الرقم الوطني، بالإضافة إلى يعني حاجة بسيطة اللي هو طلب لقضاء الخدمة الوطنية بوزارة المالية. بالضبط. أما الأولاد شوية عندهم حاجة مخايرة. معليش قبل ما نجي للأولاد، الطلب من وين؟ الحوجة. طلب الحوجة من المؤسسة ولا من الإدارة؟ ده طلب التقديم. أها. يعني الزول هما خلاص الإعلان تم وقراوا سواء في السوشيال ميديا ويعني جاء الوزارة واحد قريب وكلمه قال له في الوزارة في كده في تقديم للخدمة الوطنية، فبيجي فبيعرف الكلام ده وبيعرف طبعا مكتوب الحاجات المطلوبة في الشروط بتاعت التقديم، فبيجي وبيقرأ الشروط دي وعلى أساسها بيجي يقدم. البنات زي ما قلت بالفكرة بتاعتهم، أما الأولاد فعندهم حتة، الأولاد طبعا يعني الزول اللي بيكون مصنف جيم بيكون مصنف ألف ده بيقضيها في مؤسسات القطاع العام القطاع العسكري عسكري. أما المصنف جيم ده طوالي ممكن يجي، فكثير ناس ما بكونوا يعني التصنيفات دي في ألف وجيم بس بقدي ما ألف وجيم ميم صاد صاد دي ما صغار سين نعم فجيم دي حاجة خدتوها ناس الخدمة الوطنية فلإنه الأولاد لو الواحد دار يشتغل في مؤسسات القطاع العام لابد يكون تصنيفه جيم، ده شرط. جميل. فبعد ذاك نفس الشروط اللي بتنطبق على الإناث بتنطبق على الأولاد، يعني الباقي يعني من الشهادة الجامعية الرقم الوطني الطلب لتقديم الخدمة بوزارة المالية بعنوان الطلب للسيدة مندوب الخدمة الوطنية بالوزارة اللي هو حضرتك أستاذ هشام. بما أنك أنت مندوب الخدمة الوطنية وتكلمت عن كل الاحتياجات وكيف الإنسان يقدر يقضي خدمة وطنية في مؤسسة وتحديدا هي واحدة من المؤسسات العريقة وزارة المالية، شنو المشروعات المستقبلية، شنو الحاجات اللي خدتنها في القطاع ده تحديدا أنه تطوروها تنموها تزيدوها تعملوا لها جسم مختلف يكون عندكم لها تأهيل وتدريب واستيعاب بشكل أكبر، شنو من والله نحن هسه في خطتنا بتاعت العام 2023 دايرين نعمل لنا ميزانية منفصلة تكون لإدارة الخدمة الوطنية وتكون تابعة للسيد الوكيل مباشرة، ومن ضمنها دايرين يعني نعمل لنا برنامج تدريبي للمجندين، يعني المجند لما نجي لابد يعرف الأطر بتاعة الخدمة المدنية شنو، يعني كيف الزول يسلك أساسيات الخدمة الوطنية الخدمة المدنية، بعد ذاك يدو كورسات عن بعض الإدارات داخل الوزارة طبيعة شغلها وكذا، بعد ذاك لما نجي يتنسب أوريدي بيجي عنده الفكرة عن الإدارات وعن العمل في إطار المؤسسة فبيشتغل وما بكون عنده مشكله، يعني فدي الاطر الجديده ان شاء الله رح نعملها ان شاء الله باذن الله في عام 23. طيب ختاما كذا عشان الساده المشاهدين يكونوا معنا في الصوره بخصوص اللبس، يعني قبل تكلمنا عن انه في الف وفي جيم في تجنيد زول لايق طبيا بيجند في مؤسسات العسكريه، زمان كان في معسكرات لكن بموجب القرار الصادر من رئاسه مجلس الوزراء يعني تم ايقاف معسكرات
التجنيد. فبس نوضح الحاجة دي، إنه في المؤسسات العامة، مؤسسات وزارة المالية اللي هي للناس المجندين جيم، والمؤسسات العسكرية للناس المجندين ألف، يعني ما في تجنيد عسكري في الوقت الراهن بالنسبة للشباب. لا ما في يعني آخر حاجة الحكاية دي صدرت في العام 21، طلع الخطاب ده يتعمم إنه الخدمة الوطنية تاريخ تأسيسها ومتى تفعلت ومتى يعني توسعت وكذا، والحاجة الدائرة في السوشيال ميديا دي ما عندها حقيقة. الخدمة الوطنية باغية يعني، وهي مؤسسة راسخة في جوانب أنا حقيقة يعني دي جوانب عسكرية. نحن طبعا مناديب عن وزاره الدفاع، عشان كده احنا ما تطرقنا ليها. ايوه هم دي يعني دائما بيطلع فيها، نحن بننضبط فيها شديد، يعني ما حنقدر الواحد يتكلم فيها لانها بتطلع بخطابات وبتكون خطابات سريه يعني في الغالب يعني. اما يعني الحاجه طلعت والاساسا ماشي الان، انه بالنسبه للاولاد التصنيف بتاعهم بيكون جيم على اساس انه يشتغلوا في مؤسسات القطاع العام. يعني الخدمه الوطنيه موجوده. 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 شكرا. بس اللي ما موجود هو التدريب تقريبا يا حمزه اللي انت بتتكلم عنه زمان كان بيحصل. والله في برامج كثيره هسه هي في الهنادي واقفه، لكن رتلهم بترجع يعني ان شاء الله. التدريب والحاجات دي كلها بترجع باذن الله. في ترتيبات ماشيه في الجانب العسكري، وهم عندهم وكيتنا بيعلنوها وبيقولوها فيها، لكن ماشيين وعندهم رؤيه كبيره للخدمه الوطنيه. في وقتها ان شاء الله بيعلنوها هم، ونحن بعدهم بيعلنوها، نحن كمان بنجي ان شاء الله في كل المنصات الاعلاميه نتكلم عنها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الطريقه السهله اللي انت تكلمت بها عن الخدمه وعن استيعاب المؤسسات الكبرى للخدمه وللمجندين او للخريجين بالتحديد، دي حاجه جميله ومحفزه. يعني نتمنى انه الكلام اللي انت قلته يتطبق او يكون مطبق في كل الوزارات، ويلقوا او يحزوا حزوهم ان شاء الله من الخدمه ومن نصيبهم يعني. شاكرين ومقدرين لك. مقدرين جدا استاذ هشام عبد الله عمر فضل الصيد، مندوب الخدمه الوطنيه بوزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي. شاكرين ومقدرين. الله يكرمك. شكرا جزيلا لقناه الشروق، ونتمنى انه نكون يعني ما كنا ضيف ثقيل على الساده المشاهدين، ونحن في حضور جميل على الاستعداد دائما متى ما طلبتونا ان شاء الله. لما برامجنا اللي تكلمنا عنها دي تبقى يعني تصل لارض الواقع الجديده دي في العام 23، نستضيفكم عندنا حديقه كبيره هناك، نرتب لنا قاعده كويسه، تجونا تنتقلوا لنا. شكرا جزيلا. ودي حضورك.